فتقدم لنا في الدرس السابق شيء من مباحث الأذان والإقامة، وذكرنا تعريف كل منهما وحكم كل منهما وشروط الوجوب وكذلك أيضا شروط الصحة، وذكرنا أن الأذان والإقامة ورد لكل منهما كيفيتان. الكيفية الأولى أذان بلال وهو 15 جملة، وإقامة بلال وهي 11 جملة، والكيفية الثانية أذان أبي محذورة وهو 19 جملة، وإقامته وهي 17 جملة. وأيضا ذكرنا الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها المؤذن والمقيم إلى آخره، وتكلمنا أيضا فيما يتعلق بالتتويب، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله يطلقون التتويب على 3 معان. وأيضا تكلمنا عن حكم إجابة المؤذن، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله هل إجابة المؤذن على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب إلى آخره، ذكرنا في ذلك رأيين، وانتهى بنا الكلام إلى أن الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله أن إجابة المؤذن مستحبة وليست واجبة. وذكرنا أيضا تكلمنا أيضا عن بعض أحكام إجابة المؤذن إلى آخره. بقينا في مسألة أخيرة قبل أن ننتهي من باب الأذان والإقامة ونشرع في باب شروط الصلاة، شروط الصلاة، وهذه المسألة هي الأذكار الواردة عند إجابة أو بعد إجابة المؤذن. فتقدم لنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، ثم قال الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام مخلصا من قلبه دخل الجنة. فلا شك أن هذا فضل عظيم وأجر كبير أن الإنسان يصبر نفسه لإجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن هذا من أسباب دخول الجنة. وإذا أيضا ذكر الذكر الوارد بعد ذلك فإنه من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فإذا أجبت المؤذن كما تقدم يشرع للإنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فتقول اللهم صل على محمد، تقول اللهم صل على محمد، ثم بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمد الفضيلة والوسيلة، وبعث الله المقام محمودا الذي وعدته. هذان ذكران. وورد أيضا في صحيح مسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد رسولا ونبيا. واختلف أهل العلم رحمه الله في محل هذا الذكر، فقال بعض أهل العلم بأن محله بعد الشهادتين، يعني إذا أجبت المؤذن فقلت أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم قلت أشهد أن محمد رسول الله مرتين، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد رسولا ونبيا. وبعض أهل العلم جعله في آخر الأذان. وظاهر ما في صحيح مسلم أنه عند إجابة المؤذن بالشهادتين، فإذا تشهد الإنسان الشهادتين يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد رسولا ونبيا. هذا بالنسبة لما يتعلق بأذكار الأذان. وأما قول إنك لا تخلف الميعاد في آخر الأذان أو في آخر هذا الذكر، فهذا أشرنا إليه في الدرس السابق، وأن هذه اللفظة في البيهقي وغيره وأنها لا تثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول الدرجة العالية الرفيعة يزيدها بعض الناس أيضا هذه مدرجة ولا تثبت أيضا في الحديث. فالإنسان يجيب أو يذكر ما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، وقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد رسولا ونبيا. ثم قال المؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة. شروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومن ذلك الشرط سموا بذلك لأنهم أو لأن لهم علامة تميزهم عن غيرهم وهي لباسهم. فالشرط في اللغة العلامة، ومن ذلك قول الله عز وجل فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فيلزم من عدم الصلاة من عدم شرط الصلاة عدم الصحة، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فيلزم من عدم الشرط عدم الصحة، فإذا لم يتوضأ الإنسان فإن صحة الصلاة تكون معدومة، ما يلزم من عدمه العدم، إذا لم يدخل الوقت تكون الصحة معدومة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لا يلزم من وجود الشرط أن توجد الصحة، فقد يوجد شرط الصلاة لكن لا توجد الصحة، إما لتخلف شرط آخر أو لوجود مانع. فقد يتوضأ الإنسان لكن لا تصح صلاته لكونه صلى قبل الوقت، تخلف الآن شرط، أو لوجود مانع قد يتوضأ ويصلي في الوقت ويستر عورته إلى آخره. يأتي بشروط الصلاة لكن لا تصح صلاته لوجود مانع، لوجود مانع كمثلا أن يحدث في صلاته أو يأتي بما يبطل صلاته إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله وهي ستة، أحدها الطهارة من الحدث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. هي ستة، مؤلف رحمه الله ذكر أنها ستة، وبعض أهل العلم جعلها تسعة إلى آخره. العلماء يختلفون في تعداد هذه الشروط بناء على ما يظهر لهم من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤلف رحمه الله أحدها الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث هذا شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة حتى يرفع المصلي حدثه. وأتقدم لنا ما يتعلق بالطهارة من الحدث، قدم الكتاب كتاب الطهارة، هذا سبق لنا ما يتعلق بالحدث الأصغر ونواقض الطهارة والحدث الأكبر وموجبات الغسل وما ينوب عن الماء إلى آخره، هذا تقدم الكلام عنه. المهم أنه يشترط لصحة الصلاة أن يرفع الحدث، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نعم حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وهذا في الصحيحين. قال الشرط الثاني الوقت، هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة الوقت، ويدل لذلك قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا، وقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس زوال الشمس،
وذلك بنصف النهار إلى غسق الليل. غسق الليل شدة ظلمته وذلك عند التصاقه، فما بين نصف النهار إلى نصف الليل 4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم بعد ذلك صلاة الفجر منفردة عن بقية الصلوات، ولهذا أفردها الله عز وجل بالذكر فقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فما بين نصف الليل إلى صلاة الفجر هذا ليس وقتا لشيء من الصلوات الفرائض، وما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار ليس وقتا لأداء شيء من الفرائض. وأما بالنسبة للسنة الدليل من السنة على هذا الشرط فأدلة كثيرة كما سيأتينا إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمر، حديث بريدة، حديث أبي موسى، حديث إمام الجبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، روى ذلك الحديث ابن عباس وجابر وغيرهم، كذلك أيضا حديث أبي هريرة، فالأحاديث كثيرة جدا في المواقيت كما سيأتي بيانها إن شاء الله. قال: الشرط الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر يبدأ من بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، ذلك أن الشمس إذا خرجت من المشرق يكون لكل شاخص، يعني لكل شيء مرتفع، يكون له ظل من جهة المغرب، ولا تزال الشمس تسير من المشرق إلى المغرب ولا يزال هذا الظل ينقص، فإذا تناهى نقصانه فضع في ذلك علامة، تضع علامة، ثم بعد ذلك إذا زاد أدنى زيادة تعرف أن الشمس قد زالت، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر وخرج وقت النهي، ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني الشيء الشاخص هذا لا بد أن يصير ظله طوله، فإذا كان هذا الشاخص طوله متر يكون الظل طوله متر، لكن ما نحسب في الزوال، يعني الفي الظل الذي زالت عليه الشمس، ذلك أن الشمس إذا زالت يعني تحركت إلى جهة المغرب يكون لكل شاخص في تحته ظل يسير، تضع علامة على هذا الظل اليسير ثم تحسب من هذه العلامة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فإذا فرضنا أن هذا الشاخص طوله متر أو طوله متران فأنت تحسب من هذه العلامة متر، وأما فيء الزوال فهذا لا يحسب، فإذا كان هذا الظل طوله متر فاعلم أن وقت الظهر الآن قد خرج ودخل وقت العصر، دخل وقت العصر ولا فاصل بينهما كما سيأتي إن شاء الله. فنفهم أن وقت صلاة الظهر يبدأ من حين زوال الشمس، وبينا أن الشمس إذا كانت تسير من المشرق إلى المغرب فإن كل شاخص يعني كل شيء مرتفع يكون له ظل من جهة المغرب ولا يزال هذا الظل يقصر، فإذا لا يزال هذا الظل يقصر حتى أن الشمس تنتقل إلى جهة المغرب، فإذا انتقلت إلى جهة المغرب وزاد هذا الظل أدنى زيادة، يعني إذا زالت الشمس إلى جهة المغرب يكون لكل شخص ظل يسير تحته، طيب هذا يسمى في الزوال، تضع عليه يكون لكل شخص ظل يسير تحته، طيب هذا يسمى في الزوال، تضع عليه علامة، تضع عليه علامة، فإذا كان الظل ظل هذا الشخص المرتفع طوله طول هذا الشخص المرتفع ما من حين العلامة ما تحسب الزوال تعلم أن الشمس قد زالت وأن وقت الظهر قد دخل ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. ويدل لهذا يدل على أن وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس كما تقدم قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس
ودلوك الشمس هو زوالها، دلوك الشمس هو زوالها. وأيضا حديث عبد الله بن عمر بن عاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. هذا في صحيح مسلم، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. وأيضا يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى به الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس. قال: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وهذا دليله كما تقدم لنا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وحديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، أخرجه مسلم. وقوله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، هذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمه الله. عند أبي حنيفة رحمه الله أن وقت الظهر يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثلين، يصير ظل كل شيء مثلين. مثلا إذا فرضنا أن هذا الشخص طوله متر، فأنت عند أبي حنيفة ما يخرج وقت الظهر حتى يكون طول الظل كم متر؟ ها؟ يكون طول الظل مترين. أما عند أكثر أهل العلم فإنه يخرج إذا صار ظل كل شيء كم؟ متر واحد سوى في الزوال. عند أبي حنيفة لا يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك ما دلله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه صريح. ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. قال: ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. وقت العصر بدء وقت العصر من خروج وقت الظهر، هذا هو الصواب وهو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولا فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر، ليس بينهما فاصل وليس أيضا بينهما وقت مشترك. فالصواب أنه إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. وقلنا بأن وقت الظهر يخرج متى؟ ها؟ إذا صار ظل كل شيء مثل سوى في الزوال. فإذا صار ظل كل شيء مثل سوى في الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. ويدل ذلك ما ذكرناه من حديث عبد الله بن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. وقال المؤلف رحمه الله: وهي الوسطى، يعني أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي أشار الله عز وجل، التي ذكرها الله عز وجل في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هذه اختلف فيها أهل العلم رحمه الله كثيرا، ما المراد بالصلاة الوسطى؟ اختلف فيها أهل العلم رحمه الله كثيرا، يعني وذكر المؤلف رحمه الله أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، يعني وهذا القول هو أصوب الأقوال، هذا القول هو أصوب الأقوال. وقد طالع الإنسان إذا رجع إلى كتب المفسرين يذكر، يرى الخلاف الكثير في هذه المسألة في تحديد الصلاة الوسطى، خلاف كثير، ما يقرب من 20 قولا في هذه المسألة. لكن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن الصلاة الوسطى التي قال الله عز وجل فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أنها صلاة العصر. ودل ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر.
ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وهذا في الصحيحين شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. قال: من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. قوله إلى أن تصفر الشمس هذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن وقت العصر يمتد إلى إصفرار الشمس، وهذا دليله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن وقت العصر يخرج، يعني وقت الاختيار يخرج إذا صار ظل كل شيء مثليه، خرج وقت اختيار العصر. وهذه المسألة من قرائب العلم، فإن أبا حنيفة كما تقدم لنا يقول ماذا؟ ها؟ نعم، يقول العصر ما يدخل إلا إذا كان ظل كل شيء مثليه، وعند الحنابلة خرج وقت العصر. لا شك أن هذا فرق شاسع بين القولين، فالحنفية يرون أنه الآن دخل وقت العصر، والحنابلة يقولون بأنه خرج وقت العصر. واستدلوا على ذلك أن وقت العصر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال بإمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن جبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني أتاه فصلى به العصر في اليوم الثاني لما صار ظل كل شيء مثليه في المرة الثانية، فقالوا هذا دليل على أن وقت العصر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو رواه عن ابن أحمد رحمه الله وبه قال الشافعي، وأن وقت العصر يستمر إلى أن تصفر الشمس، لأن حديث عبد الله بن عمر صريح بذلك: ووقت العصر ما تصفر الشمس. وحديث عبد الله بن عمر أرجح من حديث جابر وابن عباس وغيرهما في إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، أرجح. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أنه قول، حديث عبد الله بن عمر قول، وحديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فعل، والفعل مقدم على القول. والأمر الثاني أن حديث عبد الله بن عمر كان متأخرا على حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن حديث عبد الله بن عمر في المدينة، وأما حديث إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة في قبل الهجرة. يعني فالصواب في ذلك ما الأمر الثالث مما يرجح حديث عبد الله بن عمر أن حديث عبد الله بن عمر أصح من حديث إمام جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن حديث عبد الله في صحيح مسلم بخلاف حديث إمام جبريل الوارد الذي رواه ابن عباس وجابر وغيرهما، هذا ليس في مسلم وإنما هو في السنن. فنرجح حديث عبد الله بن عمر على حديث جابر وابن عباس في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. اعلم أن العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتها، هذا هو الصواب الذي يؤخذ من الأدلة. صلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتها، وقت اختيار ووقت ضرورة. أما بقية الصلوات فالصواب أنه ليس لها إلا وقت واحد فقط، وقت الاختيار. أما صلاة العصر فلها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. والدليل على أن لها وقت ضرورة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، وهذا الحديث في الصحيحين. وعلى هذا نقول نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس في حديث عبد الله،
وقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، في حديث أبي هريرة نجمع بينهما أن حديث عبد الله محمول على اختيار وحديث أبي هريرة محمول على وقت الضرورة، يعني هذا هو الصواب في هذه المسألة. وحينئذ نقول الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار إلا في حال الضرورة، في حال الضرورة مثل لو خاف، لو صلى يخاف على نفسه أو يخاف على ماله أو يخاف على أهله، فهذا لا بأس أن يؤخر حتى لو اصفرت الشمس، أو مثلا أصابه جرح، يعني أصابه جرح أو أصابه كسر نحو ذلك فاشتغل بتضميده حتى اصفرت عليه الشمس، يقول هذا لا بأس به. وأيضا يترتب على ذلك أن المرأة إذا طهرت من حيضها، إذا طهرت من حيضها قبل غروب الشمس فإنها تكون قد أدركت صلاة العصر، إذا طهرت قبل غروب الشمس بركعة يقول بأنها أدركت صلاة العصر، أو مثلا أسلم الكافر قبل غروب الشمس بركعة أدرك صلاة العصر يجب عليه أن يصليها، أو طهرت النفس أو عقل المجنون أو بلغ الصبي في هذا الوقت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة فإنه تجب عليهم الصلاة. قال ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس بالإجماع، بإجماع المسلمين أن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس، ويدل لذلك حيث جابر حديث ابن عباس في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أتاه في المرة الأولى وأيضا في المرة الثانية لصلاة المغرب لما قربت الشمس. وأيضا يدل لذلك حديث بريدة وحديث أبي موسى. المهم الإجماع منعقد على أن وقت المغرب يبدأ أو يبدأ بغروب الشمس. قال إلى أن يغيب الشفق الأحمر، إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن وقت المغرب يستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وأيضا في حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام، في حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام المغرب في اليوم الثاني لما أراد أن يبين المواقف للسائل، أراد أقام المغرب في اليوم الثاني عند مغيب الشفق، فدل على أن آخر وقت المغرب هو مغيب الشفق الأحمر. نعم. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعند الشافعي أن وقت المغرب مضيق جدا، أن وقت المغرب مضيق جدا، فهو يقول بقدر الأذان والإقامة والصلاة والسنة والطهارة وستر العورة، يعني إذا مضى بعد غروب الشمس قدر هذه الأشياء خرج وقت المغرب، بقدر الأذان والإقامة والصلاة والسنة والطهارة وستر العورة، فإذا مضت أو مضى قدر هذه الأشياء، إذا مضى قدر هذه الأشياء فإن وقت المغرب ينتهي، يعني ينتهي، فعنده مضيق، عنده مضيق. فإذا قدرت أن هذه الأشياء تستغرق مثلا 30 دقيقة أو تستغرق 25 دقيقة إلى آخره، ينتهي الوقت عند الشافعي رحمه الله بمضي هذه بمضي قدر وقت هذه الأشياء. ودليله على ذلك أن جبريل عليه السلام أما النبي عليه الصلاة والسلام للمغرب في اليوم الأول وفي اليوم الثاني
عند مغيب الشمس، فدل ذلك على أن وقت المغرب على أنه مضيق. لكن الصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق، يعني إلى مغيب الشفق الأحمر. وأما إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في اليومين، في اليوم الأول وفي اليوم الثاني عند مغيب الشمس، فهذا نأخذ منه أن السنة تعجيل صلاة المغرب. سنة الإنسان أن يعجل صلاة المغرب. ونجمع بينه وبين الأدلة الدالة على أن صلاة المغرب يمتد وقتها إلى مغيب الشفق، كما في حديث البريدة وحديث وغيره من الحديث. نجمع بينهما أن هذا الحديث حديث إمام جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يدل على أن السنة تعجل في أول وقتها، وحديث بريدة وغيره دليل على أن السنة على أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق. ومما يؤيد ذلك أنه يمتد إلى مغيب الشفق أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سورة الأعراف في صلاة المغرب، ولا شك أنه إذا قرأ الإنسان في سورة الأعراف في صلاة المغرب أنه سيطيل أكثر مما ذكره الشافعي. فالصواب أنه يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. وهنا قال المؤلف رحمه الله الأحمر، هذا خلاف لأبي حنيفة، فإن أبي حنيفة يقول يمتد إلى مغيب الشفق الأبيض، والصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو قول أئمة أهل اللغة وأئمة التفسير أن المراد بالشفق الشفق الأحمر. ولأن كما ذكر بعض أئمة اللغة أن الشفق الأبيض قد ينتصف الليل وهو لم يغل، فالصواب أن المراد بالشفق هو الشفق الأحمر، وذلك أن الشمس إذا غربت يبقى في الأفق حمرة، يبقى في الأفق حمرة، فلا يزال الوقت وقت المغرب باقيا حتى تغيب هذه الحمرة. قال ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. وقت العشاء من ذلك يعني من مغيب الشفق، إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، يعني دخل وقت العشاء ويستمر، يعني يستمر على ذلك إلى، يقول المؤلف رحمه الله، إلى نصف الليل، يعني إلى نصف الليل. وأما بالنسبة لكون وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق فهذا دل له حديث بريدة حيث بموسى وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق ويستمر إلى نصف الليل كما ذكر المؤلف رحمه الله. لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل، وقت العشاء إلى نصف الليل. لكن قال المؤلف رحمه الله ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. فأفاد المؤلف رحمه الله أيضا أن وقت العشاء له وقتان، أو أن العشاء له وقتان، وقت اختيار إلى نصف الليل، وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة أن العشاء لها وقتان، وقت اختيار إلى نصف الليل، وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العشاء لها وقتان، وقت اختيار إلى ثلث الليل، وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. والدليل على أنه إلى ثلث الليل حيث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، يعني صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين المواقيت، أراد أن يبين أول وقت وآخر وقت. وكذلك أيضا إمام جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث ابن عباس، فإنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام
في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. فهذان قولان، هذان قولان. قول أول وقت الاختيار إلى ماذا؟ نصف الليل، وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. والقول الثاني وقت الاختيار إلى ثلث الليل ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. وعند ابن حزم رحمه الله أن العشاء لها وقت واحد فقط وأنه إلى نصف الليل، وهذا القول هو الصواب بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ووقت العشاء إلى نصف الليل، وقت العشاء إلى نصف الليل. وهذا صريح في التحديد. وأما بالنسبة لما ورد في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتم، حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد كما في صحيح مسلم، فالمراد بإعتام النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخر العشاء حتى ذهب كثير من الوقت، كثير من الوقت، هذا هو الصواب. وليس المراد أكثر الوقت، بل الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتم حتى ذهب كثير من الوقت، يعني إلى قرب نصف الليل ثم خرج وصلى. يدل ذلك الرواية الأخرى في صحيح مسلم. فالصواب في هذه المسألة أن وقت العشاء لا يمتد إلى طلوع الفجر، وإنما هو إلى نصف الليل، ولم يرد دليل يدل، يعني لم يرد دليل صريح يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر وأن هناك وقت ضرورة للعشاء، بل حديث عبد الله بن عمر صريح أن وقت العشاء إلى نصف الليل. وأما ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المرأة إذا طهرت قبل الفجر، فإذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، كما روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، فهذه الآثار لا تثبت عنهم، يعني هذه الآثار في إثباتها نظر. وعلى هذا لو أن المرأة طهرت قبل طلوع الفجر فإنه لا تلزمها لا صلاة المغرب ولا صلاة العشاء، لكن لو طهرت قبل نصف الليل فنقول يجب عليها أن تصلي صلاة العشاء خاصة فقط دون صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب جاءها الوقت وهي حائض. وكذلك أيضا لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو عقل المجنون إلى آخره، فإنه قبل نصف الليل فإنه يجب عليهم أن يصلوا العشاء، يعني لأنهم أدركوا وقتها. أما إذا كان بعد نصف الليل فإنه لا يجب عليهم أن يصلوا هذه العشاء. قال: ووقت الفجر ووقت الفجر إلى طلوع الشمس، ومن كبر الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. وقت الفجر يقول المؤلف رحمه الله إلى طلوع الشمس. صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. وأما بالنسبة لنهاية وقتها فإنه ينتهي بطلوع الشمس، ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الصبح ما لم تطلع الشمس، وهذا في مسلم. وأيضا في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام الصلاة في اليوم الأول للفجر حين طلع الفجر، ثم أمره في اليوم الثاني فأقام الصلاة حين أسفر جدا، يعني قبل طلوع الشمس. ويدل أيضا على أن صلاة الفجر يمتد وقتها إلى ما قبل طلوع الشمس قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. فصلاة الفجر ليس لها إلا وقت واحد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ودليل ذلك كما سلفنا حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقت الصبح ما لم تطلع الشمس. وهذا يدل على أن لها وقتا واحدا فقط، خلافا لما ذهب إلى مالك أن وقت الفجر لها وقتان: وقت اختيار الأسفار، وقت ضرورة طلوع الشمس،
فهذا ليس بصواب بل حديث ظاهر ليس لها إلا وقت واحد وقت الصبح ما لم تطلع الشمس. فالصواب أنه ليس لها إلا وقت واحد كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. من كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. الإدراكات يعني سائر الإدراكات وأنه المؤلف رحمه الله هنا قيد إدراك الوقت بالتكبير يعني بالتكبير. فعلى هذا لو أن الإنسان كبر للصلاة لصلاة العصر أو صلاة الفجر أو غير ذلك من الصلوات قبل خروج وقتها فإنه يكون أدركها وصلى الصلاة في وقتها. والصواب أن الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهنا قاعدة نقول بأن سائر الإدراكات يعني دل لها هذا الحديث حديث أبي هريرة نقول سائر الإدراكات تتعلق بإدراك ركعة وهذا يدخل تحته مسائل كثيرة. أذكر من هذه المسائل أولا أول وقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة. وعلى هذا إذا دخل الوقت ثم حارت المرأة أو نفست أو جن ونحو ذلك طرأ العذر بعد دخول الوقت فنقول إن كان أدرك ركعة من أول وقت يكون أدرك الوقت فيجب عليه أن يقضي هذه الصلاة إذا زال العذر. فمثلا عندنا امرأة طاهر ثم حاضت بعد أن أدركت ركعة أكثر من الوقت فنقول يجب عليها إذا طهرت أن تقضي هذه الصلاة. أو نكست يعني ولدت فنقول يجب عليها إذا طهرت من نفاسها أن تقضي هذه الصلاة. أو جنة نقول يجب عليه إذا عقل أن يقضي هذه الصلاة إلى قليل. فأول وقت يدرك أي شيء بركعة خلاف لما أشار إليه المؤلف رحمه الله ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن أول وقت يدرك بتكبيرة. فالصواب أنه يدرك بركعة ودل ذلك حديث أبي هريرة. أيضا المسألة الثانية آخر الوقت نقول بأنه يدرك بركعة. وعلى هذا لو أن المرأة طهرت يعني زال العذر قبل خروج الوقت بقدر ركعة فأكثر نقول هنا تجب الصلاة. فلو أن المرأة طهرت قبل خروج الوقت بمقدار ركعة فأكثر طهرت من حيضها أو طهرت من نفاسها قبل خروج الوقت بمقدار ركعة فأكثر نقول يجب عليها أن تقضي أو نعم يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة التي أدركت وقتها. أو أن الكافر أسلم قبل خروج الوقت بقدر ركعة يقول يجب أن يصلي هذه الصلاة لأنه أدرك وقتها. أو الصبي بلغ ولم يكن صلى يقول يجب عليه أن يصلي إذا كان بلوغه قبل خروج الوقت بمقدار ركعة فأكثر. هاتان مسألتان. أيضا مسألة ثالثة الجماعة يعني إدراك الجماعة نقول إدراك الجماعة إنما يكون بإدراك ركعة. فإذا أدرك مع الإمام ركعة من الصلاة يكون قد أدرك الجماعة وينال أجر الجماعة. أما إن أدرك أقل من ركعة فقد فاته فضل الجماعة. كذلك أيضا من المسائل إدراك الجمعة نقول بأن الجمعة إنما تدرك بأي شيء تدرك بإدراك ركعة. فإذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وإن لم يدرك ركعة فإنه يصلي ظهرا. وهكذا أيضا من المسائل إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة
هل يبطل هذه النافلة، هل يقطع هذه النافلة أو لا يقطعها إلى آخره. نقول إن صلى ركعة أتمها خفيفة لأنه أدرك هذه الصلاة، إن صلى ركعة أتمها خفيفة، وإن صلى أقل من ركعة فإنه ماذا يقطعها، صلى أقل من ركعة يقطعها. أيضا من المسائل المترتبة على ذلك صلاة المقيم، صلاة المسافر خلف المقيم، صلاة المسافر خلف المقيم. فنقول إن أدرك من صلاته ركعة صلى صلاة مقيم، وإن أدرك أقل من ركعة صلى صلاة مسافر، أدرك أقل من ركعة صلى صلاة مسافر. مثال ذلك هذا مسافر يصلي الظهر خلف من يصلي الظهر وهو مقيم، المسافر إذا صلى خلف المقيم كان الحديث بن عباس يجب عليه أن يصلي أربعا، لكن متى يجب أن يصلي أربعا؟ نقول إن أدرك من صلاته ركعة يجب عليه أن يصلي أربعا، فإن أدرك أقل من ركعة صلى ركعتين لأنه لم يدرك صلاته. وهكذا يعني على هذا يعني هكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها والصلاة في أول الوقت أفضل. لما بين المؤلف رحمه الله وقت الاغتيار شرع الآن في بيان وقت الاستحباب، ما هو المستحب لفعل الصلاة، فأفاد المؤلف رحمه الله أن الصلاة سنة أن تفعل في أول وقتها، سنة تفعل في أول وقتها إلا ما ورد استثناء. ويدل لذلك يدل لذلك حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. يعني حديث أبي برزة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس، تدحض الشمس يعني تزول الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس مرتفعة حيلة. يعني يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة أو إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني لا تزال حرارتها باقية، لا تزال حرارتها باقية. وأيضا يصلي الفجر يعني وكان أيضا حديث هذا حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه، أيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، يعني يصلي الفجر بغلس. هذه الأحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة في أول وقتها. ومن ذلك أيضا حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي، إلى العوالي يعني القرى التي حول المدينة يأتيهم والشمس مرتفعة، يأتيهم الشمس مرتفعة، وهذا في الصحيحين. فهذه الأدلة تدل على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. طيب ولما يدرك أول وقت؟ نقول بأن أول وقت يدرك بالاشتغال بأسباب الصلاة، فإذا شرع الإنسان بالاشتغال بأسباب الصلاة في أول وقت هذا فقد أدرك أول وقت. يعني إذا دق الوقت ثم شرع في الطهارة وفي ستر العورة وفي إحضار الماء ونحو ذلك فقد أدرك الوقت أول الوقت. قال المؤلف رحمه الله والصلاة في أول وقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر. في العشاء الآخرة السنة أن تؤخر الصلاة، السنة أن تؤخر الصلاة. ويدل ذلك حيث أبي برزة في الصحيحين قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء،
نعم وكان يستحب أن يؤخر العشاء. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء. النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء ثم خرج وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. نعم أخر العشاء إلى نصف الليل أو ثلثه ثم خرج فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فنقول بالنسبة للعشاء الآخرة السنة أن تؤخر، كلما أخرت هذا هو أفضل. لو أخرت إلى آخر وقت فعلت في آخر وقت فهذا هو الأفضل. وحيث ببرز ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يؤخر من العشاء. لكن حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أبطأوا أخر. نقول أن الإمام يراعي أحوال المأمومين، يراعي أحوال المأمومين، فإذا رأى المأمومين اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي. لكن لو كان إنسان منفردا مثل المرأة الآن في بيتها يعني ليست مربوطة بجماعة، أو إنسان في مزرعة أو في بادية أو جماعة في سفر أو جماعة في نزهة، فما هو السنة في حقهم؟ أن يؤخر الصلاة إلى نصف الليل، هذا هو السنة. السنة في حقهم أن يؤخر الصلاة إلى نصف الليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي عائشة أعتم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل. وأيضا أخرها النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء إلى نصف الليل أو ثلثه وخرج وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فإذا كان الإنسان ليس مرتبطا بجماعة فالسنة أن يؤخر العشاء إلى نصف الليل بحيث يصليها قبل انتصاف الليل، لأن انتصاف الليل يخرج به وقت العشاء. لكن إذا كان مرتبطا بالجماعة فإنه يصلي مع الناس، والإمام يراعي أحوال المأمومين، إذا رآهم اجتمعوا أجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. قال المؤلف رحمه الله وفي شدة الحر. أيضا في شدة الحر السنة أن تؤخر الصلاة، لحيث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم. حيث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فيشرع للإنسان أن يبرد. وقول المؤلف رحمه الله في شدة الحر الظهر ظاهر كلامه أنه يشمل من يصلي جماعة ومن لا يصلي جماعة، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، أن شدة الحر يشرع الإبراد بها إلى قرب العصر. إذا اشتد الحر يشرع أن تؤخر إلى أن يقرب وقت العصر. فإذا فرضنا أن العصر يؤذن له أو يدخل وقته في الساعة الثالثة والنصف، فإنه يشرع أن يبرد بها إلى الثالثة والثالثة وعشر دقائق، نبرد بها إلى الثالثة أو الثالثة وعشر دقائق. هذا هو السنة، هذا هو السنة. ويدل ذلك حيث بذر من النبي عليه الصلاة والسلام أبرد، فجاءه المؤذن فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبرد، ثم جاءه فقال أبرد، قال حتى رأينا في التلولة وحتى ساوى الظل التل. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرها إلى قرب العصر، فهذا هو السنة بالنسبة للإبراد. وعلى هذا أيضا لكن الناس اليوم قد يشق عليهم الإبراد فيصلون الصلاة في أول وقتها. لكن لو كان الإنسان ليس مرتبطا بجماعة مثل المرأة في بيتها، أو كان الإنسان مثلا في سفر، أو كانوا في نزهة أو نحو ذلك، فالسنة يعني السنة له أن يبرد، أن يؤخر الصلاة في شدة الحر إلى قرب العصر. وقال المؤلف رحمه الله الظهر، يعني قال المؤلف رحمه الله الظهر يخرج الجمعة، فإن الجمعة لا يسن لها الإبراد، لا يسن لها الإبراد. ويدل ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام كان
كان يجنب إذا زالت الشمس. ونحوه أيضا حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة إذا حين تميل الشمس إلى آخره. فنقول الظهر الجمعة لا يشرع فيها الإبراد، ويدل ذلك ما ذكرناه من حديث كعب بن عجرة، أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا الإبراد شرح لأي شيء؟ للتخفيف، للتخفيف والتسهيل على الناس. لو قيل بأنه يبرد في صلاة الظهر في صلاة الجمعة لكان في ذلك مشقة، يكون في ذلك مشقة على الناس، لأن الناس مأمورون في صلاة الجمعة، مأمورون في صلاة الجمعة أن يبادروا إلى الصلاة وأن يأتوا الصلاة مبكرين من حين طلوع الشمس كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا قلنا بأنه يشرع لهم أن يبردوا في الصلاة كان في ذلك مشقة عظيمة عليهم. وما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يسن تعديل الصلاة في أول وقتها، هذا هو الصواب، إلا هاتين الصلاتين يعني العشاء والظهر في شدة الحر، ما ذكره هذا هو الصواب. الحنفية رحمهم الله عندهم بدل التعجيل تأخير، فيقولون يستحب تأخير الفجر ويستحب تأخير العصر، يعني العصر عندهم استحب تأخيرها، وكذلك أيضا الفجر عندهم استحب تأخيرها، لكن ما ذكروه هذا فيه نظر. قلنا السنة هو التعجيل، وأشرنا إلى أن أبا حنيفة رحمه الله يرى التأخير في العصر، كذلك أيضا يرى التأخير في الفجر. وقد ورد في حديث محمود بن لبيد ورافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. وهذا ما يستدل به الحنفية على مشروعية تأخير صلاة الفجر، لكن هذا أجاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة، ومن أحسن هذه الأجوبة ما ذكره الطحاوي رحمه الله، أن المراد بالإسفار في الفجر هو إطالة القراءة، هو إطالة القراءة، يعني أن يدخل الإنسان الفجر بغلس كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يطيل القراءة، يعني يطيل القراءة إلى أن يحصل الإسفار. وأيضا المغرب مما يدل على سنة تأخيرها ما سبق أشرنا إليه من حيث نعمة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام المغرب في اليوم الأول والثاني حين غربت الشمس. ويدل ذلك أيضا حيث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرجون ينتظرون، يعني يرمون بالسهام فيرون مواقع نبلهم من الإسفار. هذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام عجل في صلاة المغرب. قال رحمه الله: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة إلى آخره. هذا الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. والعورة هي كل ما يسوء الإنسان إخراجه، وكل ما يسوء الإنسان إخراجه ويقبح النظر إليه، يعني كل ما يسوء الإنسان إخراجه ويقبح النظر إليه. ودليل ستر العورة قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله عز وجل أمر بمطلق الزينة، والزينة زينتان، زينة واجبة وهي ستر ما يجب ستره، وزينة مستحبة وهي أعلى من ذلك. فالله عز وجل لم يأمر بمجرد ستر العورة، وإنما أمر بأخذ الزينة، يعني أن الإنسان يأخذ
للصلاة زينته الواجبة والمستحبة. ويدل لذلك أيضا من السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا أخرجه أبو داود وغيره وهو صحيح تقدم لنا. وقوله عليه الصلاة والسلام حائض أي بالغ، لا يقبل الله صلاة البالغ إلا بخمار تضعه على رأسها. والإجماع قائم، الإجماع قائم على أنه لا بد للإنسان أن يستر عورته في الصلاة. قال: ستر العورة بما لا يصف البشرة. فاشترط المؤلف رحمه الله لهذا الساتر أن لا يصف البشرة، فإن كان يصف البشرة من إبياض أو إحمرار أو إسوداد فإنه لا يصح الستر به، بل لا بد أن يكون الساتر لا يصف البشرة، لأنه إذا وصف البشرة فإنه لا يعتبر ساترا. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله بما لا يصف البشرة أنه إذا كان يحكي الهيئة أنه يعتبر ساترا في الصلاة، يعني إذا كان يحكي هيئة العورة، يعني مثلا يحكي هيئة العجز ويحكي هيئة الفخذين، كما لو لبس الإنسان شيئا ضيقا يعني لباسا ضيقا لا يصف البشرة لكنه يحكي هيئة العورة، يعني حجم العورة، يحجم العورة، فصلاته صحيحة. لأن المؤلف رحمه الله لم يشترط إلا أن يكون ساترا لبشرة العورة. أما إذا كان يحكي حجم العورة وهيئتها فإن هذا يعتبر ساترا وتصح معه الصلاة، لكن العلماء رحمهم الله كرهوا ذلك. يعني بالنسبة للبس الضيق الذي يحكي العورة كرهوا ذلك. ويظهر من الحديث حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. أن المرأة إذا لبست ثوبا ضيقا يحكي مقاطع جسمها من العجيزة والفقدين والثديين وغير ذلك أن هذا محرم ولا يجوز. قد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من صفات الكاسية العارية أن تلبس ثوبا تكتسي به لكنه شفاف يصف البشرة، أو أنها تلبس ثوبا تكتسي به لكنه قصير، أو تلبس ثوبا تكتسي به لكنه ضيق يحكي الهيئة. المهم الخلاصة في ذلك أنه يشترط للساتر ألا يصف البشرة، يعني لون الجلد. أما بالنسبة للهيئة إذا كان يصف الهيئة فإن الصلاة معه صحيحة، لكن هذا ينهى عنه كما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث صنفان من النار إلى قلة. قال: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة إلى قلة. نقول أقسام الناس في العورة في الصلاة ثلاثة أقسام. القسم الأول من عورته مغلظة في باب الصلاة، عورته مغلظة في باب الصلاة، وهذا وهي عورة الأنثى البالغة، سواء كانت حرة أو أمة على الصواب، نقول هذه عورتها عورة مغلظة في باب الصلاة، فيجب عليها أن تستتر، يعني يجب عليها أن تستر كل بدنها، وأيضا يجب عليها أن تستر رأسها، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار. فلا بد أن تستر كل البدن، ولا بد أيضا أن تستر الرأس أن تختمر. لكن بقينا في الكفين والقدمين،
هل يجب عليها أن تسترهما أو لا يجب عليها أن تسترهما؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب عليها أن تستر قدميها وكفيها. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الأنثى البالغة أنه لا يجب عليها أن تستر الكفين والقدمين، لا يجب عليها أن تستر الكفين والقدمين. وأدل ذلك حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض أتصلي فيه؟ فهي سألت عن الصلاة في الثوب الذي يصيبه شيء من دم الحيض، فارشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى فضيله ورخص لها أن تصلي فيه. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن ثياب نساء الصحابة إذا كنا في البيوت يقول ثوبها من الأسفل إلى الكعب، إلى الكعب، وأما من جهة الكم إلى الرسغ، يعني من جهة الأسفل إلى الكعب وأما من جهة الكم إلى الرسغ، يعني بدا كفاها وبدا أيضا قدماها. فرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي في هذا الثوب، وأوجب عليها أن تستر ماذا؟ الرأس، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وأما حديث أم سلمة الذي استدل به المؤلف رحمه الله أنها قالت: يا رسول الله، صلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، فقال: نعم، إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها. نعم، إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها. حيث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، صلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار، فقال: نعم، إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها. هذا لا، هذا موقوف على أم سلمة رضي الله تعالى عنها. والدرع نعم هو القميص، نعم هو القميص، لكن هذا موقوف على أم سلمة. فتلخص لنا القسم الأول وهي العورة المغلظة، وهي عورة ماذا؟ ها؟ عورة الأنثى البالغة، فنقول هذه عورة كلها. الوجه ليس عورة، هذا محل اتفاق، لكن بالنسبة للقدمين والكفين هل يجب عليها أن تسترهما في الصلاة أو لا يجب عليها أن تسترهما في الصلاة إلى آخره. ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله وخلافهم في هذه المسألة. القسم الثاني الأنثى التي لم تبلغ، نعم الأنثى التي لم تبلغ، ويدخل في هذا المراهقة، ويدخل في هذا المميزة إلى آخره، التي لم تبلغ. فنقول هنا تصلي في الثوب، تستر بدنها، ويباح لها أن تكشف رأسها، يعني إذا صلت في ثوبها سترت بدنها بالثوب وأبدت الكفين والقدمين والرأس، فإن صلاتها صحيحة ولا يجب عليها أن تستر الرأس. هذا لا يجب عليها أن تستره، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فيفهم من ذلك أن غير الحائض غير البالغ إذا صلت بغير خمار أن صلاتها ماذا؟ صحيحة، أن صلاتها صحيحة. فالبنت إذا صلت وهي لم تستر الرأس وصلت في ثوبها ولم يبدو منها إلا الرأس والوجه والكفان والقدمان، فنقول بأن صلاتها صحيحة. هذا القسم الثاني، الأنثى التي لم تبلغ، فهذه تستتر إلا ما يتعلق بالرأس والوجه والكفين والقدمين، هذه لا يجب عليها أن تسترهما، ودليل ذلك ما أشرت إليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. القسم الثالث عورة الذكر، يعني القسم الثالث عورة الذكر، هذا عورته ما بين السرة إلى الركبة، فيجب عليه في باب الصلاة أن يستر ما بين سرته وركبته، هذا هو القسم الثالث. ولذلك حيث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين السرة والركبة عورة. أيضا حيث جرهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قط لفخذك، وغير ذلك من الحديث كحديث أبي أيوب وغير ذلك. هذه كلها تدل على أن الإنسان لا بد أن يستر إذا كان ذكرا
لا بد أن يستر ما بين سرته وركبته. أما بالنسبة لستر أحد المنكبين إلى آخره فهذا صواب أنه لا يجب، لا يجب على الذكر أن يستر ما بين المنكبين أحد المنكبين كما هو أو أحد عاتقين كما هو قول الحنابلة رحمه الله. فأصبحت الناس في أقسام العورة في باب الصلاة ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة. نقف على هذا. نعم، يقول لك السائل: هل اشترط أن يكون المقيم بالصلاة ونفس المؤذن؟ يقول هذا ليس بشرط، لكن هذا هو السنة. السنة أن من أذن فهو يقيم، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أذن فهو يقيم، لكن هذا الحديث ضعيف. لكن نستفيد السنية على هذا أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يتولى الأذان للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا يتولى الإقامة. فالمؤذن في عهده عليه الصلاة والسلام كان يتولى الأذان ويتولى أيضا الإقامة. يقول: هذه امرأة مر عليها حوالي 7 سنوات متزوجة ولم ترزق بأولاد، وقد طلب منها زوجها إجراء عملية إطفال الأنابيب وهي متوقفة خوفا أن يكون ذلك غير جائز في الشرع إلى آخره. بالنسبة لما يتعلق بأطفال الأنابيب، هذه المجمع الفقه الإسلامي بحث هذه المسألة وقسموا ما يتعلق بأطفال الأنابيب إلى 7 أقسام. يعني ذكروا بعمليات أطفال الأنابيب ذكروا 7 أقسام، وبعض هذه الأقسام حكموا عليها بالتحريم وأنها لا تجوز، وبعض هذه الأقسام اختلفوا فيها. وأكثر المجتمعين في قرار هذا المجمع أجازوا بعض هذه الأقسام. فالسائل عليه أن يستفصل بالنسبة أو يستفصل عن الطريقة التي يعمل فيها على الطفل، ويحكم عليه حسب ما ذكره أهل العلم رحمه الله من الأقسام التي وجدت واستجدت. يقول: إذا طهرت المرأة قبل نصف الليل فهل يلزمها صلاة المغرب؟ نعم، نقول لا تلزمها صلاة المغرب. الصواب أن المرأة إذا طهرت في وقت صلاة أنها لا تلزمها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وأن الصلاة التي تجمع إليها لا تلزمها. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ أيضا قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهنا لا تؤمر المرأة بقضاء الصلاة، وقد مر هذا الوقت، يعني وقت الظهر مثلا أو وقت المغرب مثلا مر، وهذه المرأة حائض، فإذا كانت حائضا فإنها تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. يقول: إمام صلى بالجماعة وتذكر في الركعة الثانية أنه غير طاهر وواصل الصلاة، فماذا عليه وما على الجماعة؟ أما الجماعة، يعني إذا تذكر الإنسان المصلي الإمام تذكر أنه غير طاهر فهو يجب عليه أن ينفصل من الصلاة، يجب عليه أن ينفصل من الصلاة، لأنه ما يجوز له أن يستمر في الصلاة وهو غير طاهر، سواء كان إمام أو غير إمام. وأما بالنسبة لصلاته فصلاته ظاهر أنها باطلة، لأن لما تقدم لنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما بالنسبة لصلاة المأمومين فصلاتهم صحيحة، لحديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فهذا الإمام كونه أخطأ فهذا لنا وعليه، ويأتم في كونه استمر في هذه الصلاة.